انضموا إلينا أيضا عبر الهاتف سامر عبد الله أحد سكان منطقة جنفودة. سيد سالم، بداية، الوضع كما يبدو مأساوي جدا داخل منطقة جنفودة في ظل كثافة القصف. اليوم دخل معنا بعض شهود العيان، من وجهة أو من مشاهدتك للموقف والوضع، صف لنا ما شاهدته داخل منطقة جنفودة من أوضاع. السلام عليكم والهجر. وعليكم السلام. بالنسبة اليوم من بداية الصباح الباكر، يعني اليوم قصف يعني غريب بالشكل، يعني بالنسبة سيارات أجنبية وسيارات المي. بالنسبة للسيارات الأجنبية يعني ضربت اليوم أكثر من 16 صاروخ، يعني الناس نعدوا فين عدوا إننا نزداد بالنسبة للسيارات الأجنبية. أين تركزت هذه الصواريخ سيد سامر؟ أين بالتحديد تم تكثيف القصف؟ بالنسبة اليوم تم تكثيف القصف على المناطق السكنية، منطقة جنفودة السكنية. يعني اليوم في حتى حوش قريب من المنطقة، قريب من الجامعة، لأن ضرب طاح. ومن الصبح نحن أصلا حتى الخروج لعند تو ما طلعناش من الحوش، ما فيش حد من العائلات جوا يقدر يطلع. نحن هنا 126 عائلة متواجدة أنا داخل منطقة جنفودة. في 21 عائلة أجنبية، يعني بين فلسطينية، مصرية، سورية، تشادية، سودانية، صومالية، تونسية. والوضع أنا ما قدرش حد يطلع، أنا طبعا اللي يطلع بينضرب، يعني ما قدرش حتى جار يشوف جاره شو صاير فيه. يعني حتى لا قدر الله حتى الحوش يطيح، يجوا الشباب الشورى هم اللي يحاولوا عليه الإنقاذ. طيب اليوم يعني متابعة لهذا القصف، هل ربما وصلتك معلومات عن سقوط ضحايا أو جرحى في سقوط هذا المنزل الذي ذكرته قبل قليل وذكره بعض شهود العيان ايضا؟ والله ما قدرنا نشوفه بامانه، مش نحن طبعا انت عارف الطيران من حوالي ساعه بس سمعنا صوت اختفاء، يعني لكن نحن كون بنقول عنده هذه صعب علينا. طبعا انا العائلات بشكل عام ما قدرش يطلعوا من مكانات، الكلام هذا لا اكثر من 3 شهور تو خشينا فيه. صعب انك تتحرك ولا تمشي لجارك ولا تشوفه، حتى جارك بعد يمرض ولا تسيد حاجه ما عادش نقدر نقوله حتى المشي. طيب سيد سامر، يعني هل من ربما من تمركزات للثوار او اي مشاهد ربما عسكريه بالقرب من هذه المنطقه التي تم استهدافها وهي منطقه مدنيه بالكامل؟ لا، بالنسبه نحن منطقه مسكنيه بالنسبه داخل منطقه جنفودة، لا ما عندناش لا سيارات عسكريه ولا اي مشاهد للثوار. هم للاسف يضربوا في المنطقه السكنيه، مسيبين المحاور، مش عارف شو السبب، يعني محاور يعني قريب منهم هم، لكن احنا داخل المنطقه السكنيه يعني ما عندناش اي تواجد عسكري ولا سيارات عسكريه او مكانات صغيره او حاطين العائلات الموجوده المحصوره داخل من قريب 126 عائله داخل المنطقه، مش شويه يعني. الاطفال بارواحهم، اي الاطفال اللي دون سن 16 186 طفل، يعني من شهر عند 16 سنه يعني. نتمنى السلامه لكل العائلات والاطفال. سيد سامر عبد الله أحد سكان منطقة جنفودة، شكرا جزيلا لك.